السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من اتش فيبنج. الفيب والام المفاصل اللي هيتقال في الفيديو ده هو عبارة عن خلاصة تجربة شخصية انا نفسي مريت بيها، غلطة وقعت فيها في فترة من الفترات. ما هواش كلام مبني على دراسة علمية او الكلام ده كله، رغم انه اكيد العلم هيدعم اللي انا بقوله ده بطريقة او باخرى. الفيب والام المفاصل مش له علاقة بتبخير الفيب او استنشاق الليكويد او الكلام ده كله، لا، المقصود في الفيديو ده هو الام المفاصل الناتجة عن وضع الفيب في ايدك فترات طويلة، سواء كان بوت سيستم، سواء كان مد، سواء كان ايا كان ايه، مسكة الفيب بين صوابعك لفترات طويلة. بغض النظر انت بتمسك الفيب ازاي بتختلف من شخص للتاني، وبتختلف سواء كان بوت سيستم او كان مد او كان ايه، ولكن انت بتعود نفسك على حطة الفيب في ايدك بطريقة معينة لفترات طويلة، قد تكون او اكيد هي اطول بكتير من فترات ايام ما كنا بنشرب سجاير ومسكة السيجارة في الايد، لان السيجارة كنا بنشربها بنخلصها بنرميها، والمادة نفسها المصنع منها السيجارة اكيد اطرى بكتير من البلاستيك او المعدن اللي مصنع منه الفيب، فكنا فترة صغيرة وبنرميها، وخصوصا ان كان دخانها شيء سخيف الناس كانت بتنفر منه. فعشان كنا نشرب سيجارة سواء في شغلنا او في بيوتنا او ايا كان ايه، بنطلع في مكان مخصص للتدخين او مفتوح او بلكونة او الى اخره، ولكن الفيب فعليا بيكون متواجد في ايدك لفترات اطول، وبتستخدمه لمدد اطول في اماكن قد تكون مغلقة من غير ما تسبب مضايقة للي حواليك. فكتر مسكت الفيب في الايد، تعودة ايدك على مسكته، انا عن نفسي سبب لي في فترة من الفترات الام في مفاصل الصوابع من هنا نتيجة تعليقة ايدي على مسكة معينة. النقطة التانية اللي انا عامل بخصوصها الفيديو ده هو انه نتيجة سهولة الفيب في النقط اللي انا لسه قايلها دلوقتي ممكن يتحول الى بزازة. لو تحول الى بزازة يبقى حضرتك كده بتضر نفسك في حاجتين اتنين قد يكونوا تلاتة، مصاريف بتبدأ تزيد لان حضرتك بتستهلك ليكويد بصفة اعلى او بصورة اعلى او بكمية اكبر. الحاجة التانية زي ما قلنا كتر مسكته في ايدك هتسبب لك الام في مفاصل صوابعك، وعلى فكرة الكلام ده مش في الفيب بس، ممكن يكون في الموبايل، ممكن يكون في اي حاجة بتمسكها في ايدك لفترات طويلة، بتعلق ايدك على وضع معين لفترات طويلة، الكلام ده طبيعي جدا انه يسبب لك الام في المفاصل. والنقطة التالتة المهمة جدا انك بتبدأ تعلي مستوياتك من سحب النيكوتين. ايام السجاير كنا بنشرب السيجارة بنخلصها بنرميها، انما في الفيب ياريت نعامله معاملة السجاير، انك بتاخد 4-5 تنفاس، وخصوصا لو بتستخدم بوت سيستم وبتستخدم ليكويد ماوث تو لانج بتركيز نيكوتين عالي، ياريت نعامله المعاملة اللي بنقول عليها، تاخد كام نفس، 5-6 تنفاس، زبطت معاك اركنه على جنب، ما تفضلش ماسكه في ايدك طول النهار عمال تشد، لانه هيسبب لك كل الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، الام مفاصل في مسكته في الايد، ارتفاع معدل استهلاكك للنيكوتين اللي مع مرور الوقت بتلاقيه بيرتفع اكتر واكتر. في البداية مثلا كنت بتستهلك نص ملي في اليوم، بقى ملي ونص، بقيت بتعبي البود مرتين. الكلام ده انا قلته من اكتر من سنة ونص يمكن في فيديو كان اسمه مستوى النيكوتين بتاعك ايه، طالع ولا نازل، قبل ما تطلع الهوجة بتاعت السولت وقبل الكلام ده كله، ولكن ادينا بنكرره تاني، بنأكد عليه تاني، بنفكر حضراتكم بيه تاني، لان احنا هدفنا ان انت تسيب التدخين عن طريق الفيبنج، مش ان انت تبقى كيف فيبنج او ان انت تبدأ بمستوى معين ويبدأ المستوى يزيد منك، مش ده هدفنا خالص. بشكركم، خلوا بالكم من مسكة الفيب في الايد، الام المفاصل، ارتفاع مستوى النيكوتين عندك. ده ملخص الفيديو ده، نشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ويلا نلحق نفسنا.